كشك الصحافة، أهلا بكم إلى عناوينها اليوم. في الموقع بوست، وفاة مختطف في سجون ميليشيا الحوثي في محافظة عمران. المصدر أونلاين، صحفي مفرج عنه من سجون الحوثيين: كنت معتقلا في السجن الذي قصفه التحالف قبل أيام. ومن صحيفة الأيام، مواطن في أبيان خرج لشراء الفواكه فعاد حاملا جثة ابنه. ومن البي بي سي، بريطاني يعثر على والديه بعد رحلة بحث دامت 74 عاما. أهلا بكم مشاهدينا. في الآونة الأخيرة، تكررت عمليات الموت تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي في المدن التي تسيطر عليها. آخر الضحايا وفقا لموقع بوست في محافظة عمران. عنوان موقع حول ذلك: وفاة مختطف في سجون ميليشيا الحوثي في محافظة عمران. أكدت مصادر محلية في محافظة عمران وفاة المختطف بعد احتجازه قبل أكثر من 7 أشهر. قالت المصادر لموقع بوست إن ميليشيا الحوثي أبلغت بوساطة المشرف الحوثي في مديرية جبل يزيد أسرة عبد الغني عايد جهلان المختطف في سجونها بوفاته دون ذكر أسباب الوفاة. أضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية قامت بنقله من سجن تابع للمديرية إلى مكان مجهول بعد اختطافه بيوم واحد لم يعرف مكان احتجازه حتى اللحظة. ذكرت المصادر لموقع بوست أن أسرة المختطف جهلان ترفض دفن جثته حتى يتم التشريح ومعرفة أسباب وفاته في ظل تعنت الميليشيات تجاه مطالب أسرته. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار اليوم، منها: رئيس هادي يشيد بانتصارات الجيش في شبوة ويؤكد أن المشروع الإيراني في طريقه إلى الزوال. عنوان آخر: الجيش يحرر عسيلان وبيحان في شبوة، الطيران يدمر تعزيزات قادمة من ذمار. محافظ أبيان يقول: شماعة القاعدة انتهت وأكثر شهداء التحرير من أبناء المحافظة. عنوان آخر: ميليشيا الحوثي تعدم ثلاثة أشقاء في صنعاء، وقائد عسكري يكشف عن بوابة أخرى غير جبهة نهم لدخول صنعاء. في مقال باسم الحكيمي الذي نشر في موقع صوت الحرية بعنوان: ماذا تعني انتصارات شبوة؟ علق فيه على الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الوطني في جبهة بيحان وعسيلان إلى الشمال الغربي من محافظة شبوة. يقول الكاتب في أجزاء من المقالة: خلال 3 أعوام ظلت مناطق في بيحان وعسيلان مسرحا للضغط على جبهات مأرب والبيضاء، وطرد الحوثيين منها يعني إغلاق منافذ مهمة أمام الحوثيين كانت تسمح لهم بالمناورة في محافظات جنوب اليمن، إلى جانب أن شبوة وخلال 2 عامين كانت تشهد تواترا للمعلومات عن عمليات تهريب منظمة للسلاح تصل إلى الحوثيين. تحرير ما تبقى من مناطق في هذه المحافظة من المفترض أنه يمنع استمرار تهريب السلاح، أو على الأقل يجعل من عمليات التهريب أعمالا صعبة للغاية وغير منتظمة. كما أن تحرير ما تبقى من شبوة يعني أيضاً القدرة على رفض وتعزيز المقاومة في البيضاء. المهم في الموضوع ألا تتوقف هذه العمليات عند بيحان وعسيلان، لأنها ستكون محدودة الجدوى إذ لم تشكل سنداً ودعماً للبيضاء ورافعة جديدة لعمليات المقاومة هناك. إلى موقع مصدر أونلاين، عنوان في صفحته الرئيسية قائلاً بخصوص خروج أحد الصحفيين من سجون ميليشيا الحوثي بعد وصوله مأرب. الصحفي يوسف عجلان يقول: أنا اليوم أصبحت خارج القضبان. قال الموقع: إنه وبعد ساعات على وصوله مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أعلن الصحفي يوسف عجلان أنه أصبح خارج القضبان. أضاف يوسف: خرجت قبل أيام في صفقة تبادل أسرة، على الرغم أنه تم اختطافي من أمام منزلي في صنعاء، وبقيت في صنعاء عدة أيام، لكني لم أكن أشعر أنني أصبحت حرا طليقا، وها أنا أخيرا في مأرب في ضيافة ملوك سبأ. كشف عجلان عن أنه كان محتجزا مع كثيرين في سجن الشرطة العسكرية الذي قتل فيه العشرات بغارة
شنها طيران التحالف بعد أن تم نقله إليه مع آخرين من السجن المركزي. قال الموقع أيضاً الذي عمل فيه عجلان لسنوات ماضية تعرض ذلك الموقع للاختطاف من أمام منزله في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، وتم الإفراج عنه قبل حوالي أسبوعين بموجب صفقة تبادل أسرى بين مسلحي المقاومة المؤيدة للحكومة وبين جماعة المتمردين الحوثيين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة اليمنية صنعاء منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري بفعل الاشتباكات وتوتر الوضع الأمني. وأشارت المنظمة في بيان حصل عليه يمن مونيتور إلى أن الاشتباكات التي استمرت بين قوات متنافسة على عدة أجزاء من العاصمة اليمنية صنعاء في نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي أدت إلى مقتل 234 شخصا، وتسبب القتال الوحشي في نزوح واسع النطاق إلى المحافظات المجاورة. لفت البيان أيضا إلى أن النازحين تركوا صنعاء إلى تعز، إب، حجة، عمران ومناطق أخرى، وأنهم يحتاجون للدعم. وعن تحرير بيحان من قبضة ميليشيا الحوثي كتب حسين الصادر في مأرب بريس مقالا تحت عنوان معركة بيحان، قائلا في جزء منه: تحررت بيحان بعد 34 شهرا من التواجد الميليشياوي الحوثي فيها. وتحرير بيحان يوم الجمعة 15 من ديسمبر في عملية خاطفة وسريعة له دلالات وأبعاد استراتيجية وسياسية. المؤشرات الأولية لهذه المعركة تحرير بيحان ومن خلال الواقع الميداني تؤكد أن هناك انهياراً متسارعاً في صفوف الميليشيات، حيث استطاعت قوات الجيش الوطني خلال أقل من 12 ساعة الانتشار في مساحات واسعة واكتساح المواقع الدفاعية وتقطيع أوصال الميليشيا واغتنام الكثير من الآليات والأسلحة ومطاردة فلولها والوصول إلى مدينة بيحان العليا وهي المدينة الأكبر في بيحان. إن معركة بهذا الحجم والحسم السريع تترك انطباعاً لدى معظم المتابعين بأن هناك استراتيجية جديدة للجيش الوطني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس هادي وكذلك التحالف العربي المساند للشرعية، وأن عنوان هذه الاستراتيجية هو الحسم وطرد ميليشيا إيران وتطهير كل التراب اليمني من النفوذ الإيراني. صحيفة الأيام تسرد قصة مأساة حدثت مع أحد مواطني أبيان منذ أيام. عنونت الصحيفة حول المواطن الذي خرج لشراء الفواكه عاد حاملا جثة ابنه. قالت الصحيفة: خرج من منزله في زنجبار برفقة طفله ذي 11 ربيعا لشراء بعض حاجيات المنزل من خضار وفواكه ومستلزمات أخرى، لكنه عاد إلى البيت حاملا لأهله الحزن والألم. الطفل أنس محمد الذي غادر المنزل مع أبيه عاد جثة هامدة، كان يدرس في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد بن نعم، لقي مصرعه في أحد الأسواق الشعبية في مدينة زنجبار وبجانب أبيه. تضيف الصحيفة: خرج أنس من منزله في حارة العصلة ووقف مع أبيه في سوق شعبية بزنجبار لشراء حاجياتهم، غير أن طقما عسكريا يتبع الحزام الأمني مر في السوق وعلى متنه عدد من الجنود، أطلق أحدهم رصاصا عشوائيا بأنحاء متفرقة في المكان لتستقر إحدى الطلقات الطائشة في جسد أنس. حاول أبوه وآخرون إسعافه إلى مشفى قريب، لكنه فارق الحياة بين يدي أبيه الذي لم يشتري الخضار والفواكه لإخوة أنس. عاد أبو أنس إلى منزله يحمل البؤس والشقاء لأهله وذويه. عاد جنود الحزام الأمني إلى ثكناتهم يبحثون عن حزمة قات ليواصلوا في اليوم التالي عبثهم وطيشهم بأرواح الأبرياء، كما علقت صحيفة الأيام. من القراءة السياسية لتحالفات جديدة في اليمن إلى عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لأجزاء من صواريخ إيران المرسلة للحوثيين، وصولا إلى أخبارنا المنوعة وعودة ثلاثة من رواد الفضاء إلى الأرض. كل هذا نتابعه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
مرحبا مجددا. بعد اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي مع قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، برزت التساؤلات حول فرصة فتح صفحة جديدة بين الإمارات، وعنونت صحيفة العرب الجديد حول ذلك: الإصلاح والإمارات وبينهما السعودية، الخصومة والتقاء الضرورة. ذكرت الصحيفة ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وفي سياق تبرير التحول في موقف بلاده من اعتبار الإصلاح خصما إلى الانفتاح على حزب الإصلاح اليمني، أعلن أخيرا فك ارتباطه بتنظيم الإخوان، مضيفا في صفحته على موقع تويتر: أمامنا فرصة لاختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة واستقرارها. ومعروف يمنيا أن الإصلاح وتحت وطأة الضغوط التي يتعرض لها والحملات التي تتبناها عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات ضد الإخوان، نفى أكثر من مرة أي ارتباط تنظيمي له بجماعة الإخوان المسلمين، غير أن الإعلان من قبل الحزب عن نفي ارتباطه لم تصدق أبو ظبي، والتي شنت حملات ضده واتهمته في وسائل إعلام تابعة لها بشكل أو بآخر بعرقلة عمل التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم. وحزب الإصلاح احتفظ بمركزه الثاني بين القوى الحزبية في اليمن بعد حزب المؤتمر الحاكم سابقا، متخندقا في المعارضة وصاحب قاعدة شعبية وقبلية. واشنطن تدعو لتحالف دولي ضد السلوك الإيراني، عنوان من الشرق الأوسط نقل في تفاصيله: دعوة الولايات المتحدة إلى تحالف دولي لمواجهة السلوك الإيراني. الدعوة جاءت خلال استعراض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نايكي هايلي في مؤتمر صحفي عقدته في قاعدة أناكوسيتا العسكرية في واشنطن، وقالت أدلة تزويد إيران للحوثيين في اليمن بالصواريخ في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. من خلالها طالبت هايلي بتحرك دولي في مجلس الأمن لمواجهة التهديد الإيراني بموازاة تحرك تقوده وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتان ومجلس الأمن القومي. خلال المؤتمر الصحفي وقفت هايلي أمام أجزاء من الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض، قالت: خلفي بقايا عثر عليها لصاروخ أطلقه المقاتلون الحوثيون في اليمن على السعودية. وقالت عن الصاروخ: لقد صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين في اليمن. وأشارت هايلي إلى أن كل منظمة إرهابية في المنطقة تحمل بصمات إيرانية. وحول الخطوات الأمريكية المرتقبة تجاه إيران قالت هايلي: الرئيس دونالد ترامب أكد عدم وفاء إيران بالتزاماتها فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ والدعم الذي تقدمه للإرهاب. أضافت هايلي: ما نقدمه اليوم من أدلة يجب أن يفتح العيون على التهديدات الإيرانية ويتعين على مجلس الأمن الدولي والكونغرس والمجتمع الدولي أن ينظروا في سبل للتصدي لهذه الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار. في الشأن العربي نطالع في جريدة الحياة مقالا للكاتب سليم نصار بعنوان: تهديد جماعة الهيكل الثالث سرع إعلان نقل السفارة إلى القدس. يقول الكاتب في جزء من المقالة: لم يسبق أن أحدثت عبارة مؤلفة من 6 كلمات ردود فعل غاضبة بحجم ردود الفعل التي أثارها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. على الجانب الخفي من قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يكمن وضع آخر ليس له علاقة بالسياسة والمفاوضات، إنه وضع ناجم عن معتقدات راسخة بأن أورشليم ستشهد استقبال المسيح في ظهوره الثاني، وهذا ما تؤمن به جماعة المسيحية الصهيونية أو الأصولية الإنجيلية. ويفاخر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بأنه من دعاة هذه الديانة، وأن اختياره لهذا المنصب جاء بناء على إحصاء الأعداد المنتمية لهذه المجموعة الدينية.
وفي خطاب ألقاه نائب الرئيس بنس عقب إعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، أوحى بأن علاقة الشعبين الأمريكيين والإسرائيلي لا تماثلها أي علاقة بين أي شعبين آخرين. وصف دولة اليهود بأنها قلعة الديمقراطية وحليف أساسي في منطقة غريبة. وقد حرص أثناء توقيع القرار على أن يقف وراء الرئيس وهو يبتسم ابتسامة النصر، كل هذا لاعتقاده بأن قرار ترامب سيقرب فترة بناء الهيكل الثالث في الحرم القدسي الشريف. تقدر مكاتب الاستفتاء في الولايات المتحدة أن عدد أفراد جمعيات الهيكل اليهودية يزيد على 20% من عدد الناخبين، وقد رعاهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بحيث أنهم كانوا يستخدمون صورته للتعبير عن اقتراب موعد المسيح المنتظر. كذلك واصلوا دعمهم للحزب الجمهوري، الأمر الذي جعلهم ممثلين في الإدارة والكونغرس. وكان من الطبيعي أن تنضوي هذه القوة الشعبوية المتزايدة تحت لواء اللوبي اليهودي الذي مثل الشريك الكامل لصانع القرار في البيت الأبيض ومختلف الإدارات الرسمية. من الأخبار المنوعة على شبكة البي بي سي، اخترنا لكم قصة نشرت حول رجل عثر على والديه بعد رحلة بحث دامت 74 عاما. قالت البي بي سي: روبن كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما علم بأنه طفل تبناه أحد الأشخاص، وعلم بعد ذلك أنهم عثروا عليه داخل صندوق في شارع أوكسفورد في العاصمة البريطانية لندن. قضى روبن الذي يبلغ من العمر حاليا 74 عاما معظم سنوات عمره يبحث عن ذلك الشخص الذي تركه في الصندوق ولماذا فعل ذلك، وبفضل تحليل الحمض النووي وأعمال البحث بمساعدة إحدى بناته توصل أخيرا إلى بعض الإجابات عن أسئلته. تقدم روبن بعد سنوات بطلب لاستخراج جواز سفر للعمل، استدعاه مسؤولون في مكتب الجوازات، أبلغه أنباء أدهشته. قال روبن: سألني عن عمري بعدها، قال لي الرجل: لا أعتقد أنك ستنزعج كثيرا عندما تعلم أنهم عثروا عليك في متجر بيتر روبنسون في لندن. قالت البي بي سي: الفضل الكبير يعود للتطور التقني في إجراءات فحص الحمض النووي الذي تمت مطابقته مع كثيرين. إلى صحيفة القدس العربي، عنونت في إحدى صفحاتها: عودة 3 رواد فضاء للأرض بنجاح على متن المركبة سويوز. قالت الصحيفة: إن مركبة الفضاء الروسية سويوز هبطت بنجاح إلى الأرض وعلى متنها 3 أفراد من طاقم المحطة الفضائية الدولية. وذكرت وكالة تاس الروسية الأنباء أن المركبة هبطت في منطقة تبعد 147 كيلومتر عن مدينة جسكاغان الكازاخستانية. أفاد المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية بأن المركبة حملت على متنها 3 أفراد من طاقم المحطة الفضائية الدولية، وهم الروسي سيرغي ريازانسكي والأمريكي راندولف بريزنيك والإيطالي باولو نيسبولي. وكان في استقبال رواد الفضاء العائدين إلى الأرض مجموعة من قوات الإنقاذ والطوارئ تضم 14 مروحية Mi-8 وطائرتي نقل، وكانت المركبة التي تملكها وتشغلها 15 دولة انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية أواخر يوليو الماضي حاملة الرواد 3. في أن الأساطير ليست واقعاً تحت هذا العنوان، كتب مصطفى زين مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. العودة إلى التاريخ القديم اعتماداً على التوراة واعتباره واقعاً فيها الكثير من العسف. الأساطير ليست تاريخاً، هي رواية بدائية مختلفة إلى الحياة والموت، وليس واقعاً. وما تبرير احتضان أمريكا وأوروبا إسرائيل وتقديس وجودها باعتباره وعدا إلهيا سوى تبرير للاستعمار وإبادة شعوب وإخضاع أخرى؟ تبرير لا يقنع إلا المؤمنين بأساطير غيبية كانت تخيف البدائيين العاجزين عن فهم ما حولهم من ظواهر طبيعية وتحولات اجتماعية. الطريف والمأساوي معا أن معظم السياسيين في أمريكا وأوروبا بعد أكثر من 2000 عام على تلك الأوهام ما زالوا يعتبرونها بوصلة عملهم في الشرق الأوسط الذي يتهمون شعبه باللاعقلانية وأنكار الواقع. يشاركهم في ذلك مثقفون عرب يدعون الليبرالية والواقعية ويتعالون على الأهل باعتبارهم ماضويين ويصفقون لماضوية ترامب، وهو في أحسن حالاته وأفضل اجتهاداته الفكرية يعود إلى بعض ما سمعوه عن إصلاحات دينية أطلقها مارتن لوثر حين أعاد المسيحية إلى جذورها اليهودية المزعومة وأسس لما نعرفه اليوم
بالصهيونية المسيحية المنتشرة في أمريكا على مستوى شعبي ونخبوي، استرجعها أمثال جورج بوش الأب والابن وبايدن وترامب وأعضاء الكونغرس في خطابهم وقراراتهم. ومن رؤيتها العدمية إلى العالم استمد المحافظون الجدد أيديولوجياتهم المدمرة وما دعوتهم إلى بناء شرق أوسط جديد ينهض من رماد القديم سوى صدى لهذه العدمية التوراتية التي ترى إلى كل الشعوب خادما لدى شعب الله المختار وإلا وجبت إبادتها. اختيرت 12 صورة في القائمة النهائية للأعمال المتنافسة في مسابقة فنون البناء الدولية للتصوير المعماري لهذا العام. نستعرض الصور، تتراوح بين تصميمات تجسد بعض التفاصيل المجردة والمباني المهجورة في الجولة المصورة والتي وردت في البي بي سي. عجبتني الأخيرة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. شكرا لطيب المتابعة، وحتى أراكم أترككم مع الكاريكاتور وفي أمان الله وحفظه.